بآمال متجددة وطموحات عالية، العميد النصراوي الذي يعيش فترة من التوهج والتألق تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز على موعد مع قمة جديدة أمام بني ياس في الجولة 20 من دوري الخليج العربي. مدرب النصر أشار إلى أن مواجهة بني ياس تعد بست نقاط وليست ثلاثة، في إشارة إلى أهمية نقاط هذه المباراة بالتحديد. الفوز في هذه المباراة سيدفع بالفريق إلى الأمام في صراع المنافسة بشكل أكبر. أما الحارس أحمد شامبي أحد أهم أعمدة العميد النصراوي يعيش واحدة من أفضل فتراته مع العميد بعد تألقه الرائع هذا الموسم وفوزه بجائزة أفضل حارس خلال فبراير الماضي من قبل رابطة المحترفين، جاهز لمواصلة الدفاع عن مرمى ببراعة ومساعدة زملائه على حصد ثلاث نقاط هامة. بقي أن نعلم أن دياز سيخوض هذا اللقاء وسط غياب 4 لاعبين مهمين وهم المدافع عايض بسبب الإنذارات وكل من محمد فوزي وراشد عمر وعبد الرحمن يوسف لالتحاقهم بالخدمة الوطنية، لكن رغم الغيابات 4 إلا أن الأرجنتيني يملك دكة قادرة على العطاء بنفس المستوى والمضي قدما نحو الدخول في غمار المنافسة وسط الكبار في مقدمة الجدول.